السلام عليكم عزيزي المشاهد، أهلا بك بالحلقة 11 من دقيقتين عافية. هذا الفيديو بناء على طلب المشاهدين، أحب نشكر لكم تفاعلكم البناء مع القناة وأدعو الجميع للمشاركة. بهذا الفيديو شرح النصائح الغذائية الواجب اتباعها لعيش حياة طبيعية وبدون مرارة. تابع معي للنهاية لأن هذه المعلومات مهمة لصحة كل شخص. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك ليصلك الجديد. خلينا نبدأ بصلب الموضوع. بعد إزالة المرارة حتعيش حياة طبيعية لكن بنسبة 95%، لسبب واحد وهو أن تناول كمية دهون كبيرة في وجبة واحدة تبقى غير مهضومة، لأن تركيز العصارة الصفراء هو 5% من الطبيعي، والدهون الغير مهضومة تتغذى عليها بكتيريا الأمعاء وتسبب الغازات والانتفاخ وأيضا تساهم بالإسهال. في البداية خطة هذا البرنامج هي أن تتعود على الوضع الجديد في خلال أسبوعين، وفيها لازم تتناول عدة وجبات صغيرة ومتكررة، وبعدها أرجع للوضع الطبيعي بتناول 2 إلى 3 وجبات كبيرة في اليوم. في أول أسبوع بعد الجراحة تناول وجبات مطبوخة جيدا وتجنب الأطعمة عالية الدهون والأطعمة المقلية والصلصات الدهنية. اختر الأطعمة الخالية من الدهون، لا تحتوي على أكثر من 3 جرامات من الدهون في الوجبة، مثل الخضار وعصير الفواكه الطازج والبقوليات واللحوم والسوائل، وتجنب كربوهيدرات سريعة التسكر. من الأسبوع الثاني عليك زيادة الألياف في نظامك الغذائي، لأنها يساعد على إبطاء حركة المعدة والأمعاء والشعور بالامتلاء، لأنها تحتاج وقت أطول في الهضم، وهذا يخدم في امتزاج الطعام بالعصارة الصفراء بشكل أكبر، ويعطي حجم يملأ أنبوب الأمعاء مما يسهل مرور الطعام ويمنع الإسهال والإمساك. الألياف المنصوح بها هي الخضروات الورقية والفواكه بدون عصر، لأنها تعطيك الفيتامينات والمعادن، وتجنب الألياف النشوية مثل الرز والبطاطا والشوفان والشعير والقمح، لأنها سريعة التسكر ولا تحتوي على عناصر غذائية. بالنسبة للكميات، الكمية المثلى للشخص البالغ هي ملء كفي اليدين من السلطة على الوجبة الواحدة، لكن النقطة هنا هي يجب الوصول لهذا الهدف بالتدريج. قم بزيادة كمية الألياف ببطء على مدى 2 إلى 3 أسابيع حتى لا تجهد أمعائك وتتعود البكتيريا الحميدة على الكميات الجديدة. بإمكانك إضافة المخللات لمساعدة بكتيريا الأمعاء على التكاثر، أو استخدام كبسولات البروبايوتكس 1 إلى 2 مرات في اليوم. ماذا عن البروتين؟ بشكل عام يجب أن تتضمن الوجبة الصحية كميات مناسبة من البروتين، وهي بحجم نصف كف اليد، مثل البيض واللحوم والدواجن أو الأسماك أو الأجبان البيضاء والبقوليات. أما الدهون يجب إضافتها بالتدريج على فترة 2 أسبوع بعد العملية، لتصل 50 إلى 80 جرام باليوم للشخص الطبيعي، وتعادل 3 إلى 6 ملاعق طعام من زيت الزيتون. وإذا أنت من متابعين حمية الكيتو، فالكمية القصوى هي 250 جرام في اليوم للشخص الطبيعي، وتعادل 16.5 ملعقة طعام من زيت الزيتون. ولا تقلق، لأن جهازك الهضمي سيتأقلم مع الوضع. مصادر الدهون الجيدة مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند ومشتقات الحليب مثل الزبدة والجبن الأصفر والسمن وشحوم المواشي والمكسرات وزيوتها. النصيحة الذهبية هنا هي عدم تناول وجبات غنية بالدهون والكربوهيدرات مثل الوجبات السريعة، وإذا لم تجد خيار آخر فتناولها مع صحن سلطة لتجنب الإسهال والانتفاخ والغازات. طبعا لا تنسى خل التفاح، لأنه علاج معظم مشاكل الهضم، شرحته بالرابط هنا بالأعلى. وأخيرا بالنسبة للكربوهيدرات مثل الرز والخبز والبطاطا والمكرونة والمخبوزات وغيرها من السكريات، لا تحتاج عصارة المرارة للهضم، ولكن انتبه من كثرتها، فهي سبب تكون الحصوات وإزالة المرارة في المقام الأول، وشرحت موضوع تكون الحصوات بالتفصيل، الرابط هنا بالأعلى. تجنب بعض الأطعمة التي تفاقم الإسهال مثل مادة الكافيين في القهوة والمشروبات السريعة، منتجات الألبان قليلة الدسم، الأطعمة السكرية. الآن السؤال الذي يجب طرحه، هل ستحتاج لأدوية طوال حياتك بعد إزالة المرارة؟ الجواب عزيزي المشاهد كلا، لكن قد يقترح طبيبك الخاص أن تتناول فيتامينات متعددة للتعويض عن سوء امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، أو تناول كبسولات أملاح العصارة الصفراء Purified Bile Salt للمساعدة في هضم الدهون وامتصاص الفيتامينات إذا لم يتأقلم جسمك على الوضع الجديد. ونصيحة أخيرة، لا تأكل لحد الإشباع لأنه ينهك الكبد. هنا نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، إذا حابب تتابع سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة وادعمني بلايك، واكتب لي ما تحب أن أشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات. المصادر في صندوق الوصف. معكم الدكتور فارس، وبشوفكم بفيديو آخر بإذن الله تعالى، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية.